إن 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في العناوين. لبنان والعالم يستقبلان العام الجديد بالاحتفالات والأماني. إن شاء الله يعني البلد قادم ل يعني أكيد سادر وروما حيتنفذوا بإذن الله. الحرير يتفقد الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن ويقول أنا متفائل وعلاقتي مع عون ممتازة. منبج تشهد تحليقا مكثفا للطيران التركي وترامب قد يبطئ انسحاب جيشه من سوريا. حابب تستقبل السنة الجديدة اللي راح تلاقي تتعلم تكبر تتطور تستكشف تحلم وتحقق. نحن كمان حاضرين نستقبل السنة الجديدة ونتمنى لكم السعادة الصحة وأكيد راحة البال. كل عام وأنتم بخير. لقد كان عاما مليئا بالتعطيل وتأخير تشكيل الحكومة لأهداف محلية وخارجية. لقد كان عاما مليئا بالأحداث والحروب والقتل والدمار وكذلك بمحاولات فرض السلام والهدوء. لقد كان عاما مثقلا بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على اللبنانيين الخائفين من الغد بينما يعطل المعطلون إمكانية تحسين حياتهم. لقد كان عاما مليئا بالانتخابات والتوترات كما حصل في لبنان وبالسعي نحو عدالة أكثر وقتل أقل وظلم أخف. لقد كان عاما مليئا بالحوارات والاتصالات والمناورات دون جدوى على أمل الخروج من دوامة تشكيل حكومة جديدة إلى أفق مؤتمر سادر والمشاريع التي ستنهض بلبنان. العام الحالي يلفظ ساعاته الأخيرة والعام الجديد يستعد للدخول على أمل أن يكون مليئا بالسلام والطمأنينة والنمو والازدهار. لبنان ومعه العالم يستقبل العام الجديد باحتفالات تشهدها الساحات ومنها ساحة النجم في وسط بيروت وبإجراءات تتخذها القوى العسكرية والأمنية التي تفقدها الرئيس المكلف سعد الحريري عبر زيارته وزارة الدفاع في اليرزي وثكنة الحلو واطلع من وزير الدفاع وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وكبار الضباط على الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن والاستقرار في هذه الليلة. ومن قلب بيروت الذي ينبض بفرح استقبال العام الجديد وأمان الانفراج على كل المستويات يتجمع اللبنانيون الليلة في ساحة النجم في سهرة من العمر. من هناك تنضم إلينا مراسلتنا ناهد يوسف لتطلعنا على أجواء الساحة. ناهد. الأجواء هنا في ساحة النجم جميلة جدا الليلة، يعني اللبنانيون على موعد مع سهرة ضخمة جدا. العام الماضي كانت هناك سهرة استثنائية جذبت كل أنظار العالم وحتى الصحف العالمية تحدثت عن سهرة ساحة النجم. اليوم هناك تحدي آخر أمام القائمين على هذه السهرة بأن تكون السهرة أضخم وأجمل. طبعا هذه السهرة التي تقام بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري الذي يصر في كل مناسبة على إعادة إحياء هذه العاصمة وعمل المستحيل من أجل أن تبقى هذه الساحة ساحة جامعة لكل اللبنانيين. هذا الاحتفال تقيمه بلدية بيروت للسنة الثانية على التوالي. لينا، قبل الدخول في تفاصيل هذه الليلة وهذه السهرة وبرنامج السهرة، معنا رئيس بلدية بيروت جمال عتاني ليحدثنا قليلا عن هذه التحضيرات. استاذ جمال يعطيكم ألف عافية، هيدي تاني سنة بتبدعوا بساحة النجمة، شو بتقول اليوم للبنانيين وأصرار الرئيس الحريري على عودة هيدي الساحة إلى الحي؟ أول شيء بيروت تستاهل واللبنانيين بيستاهلوا وبيروت غير شكل. هاي السنة عم نعمل أكثر من اللي عملناه السنة الماضية، كمان حفلة مجانية لكل الناس يجوا تنبسط برأس السنة وتقدر تنبسط أكثر من أي محل تاني، لأنه في عدد كبير من البرفورمرز وحتضل السهرة بلشت من الساعة 4 وحتبقى لبعد 12 مع كاونت داون سبيسيال وفاير ووركس كبيرة كتير. حيشوفوا شيء ما شايفينه قبل. مثل ما عم اقول لك بدي عايد اللبنانيين كلياتهم ولبيرتي خاصه وقول لهم شو بعدكم عم تعملوا بالبيوت؟ تفضلوا انزلوا على الداون تاون، الطقس بجنن، الناس مبسوطه، انزلوا شاركونا على السهره الحلوه. في شيء مفاجآت ثانيه حتعملوها او تحضيرات ثانيه لهيدي الساحه؟
طبعا هي الخطه انه نحن نضلنا نعمل ايفنتس لحتى نقدر نحيي هيدي الساحه ونشتغل مع اصحاب المحلات والبنايات مشان نعمل سبيشال اوفرز للشركات تيجي تاخذ محلات لنرجع نعيشها. هذا الشيء عم ياخذ شويه وقت والظروف الاقتصاديه صعبه شوي، بس نحن مصرين نرجع نحييها. هيدي اللي عمرها الرئيس رفيق الحريري الشهيد ومكمل بمسيرته دوله الرئيس سعد الحريري، كلياتنا كبيرتي مصرين انه نرجع نعملها، هي القلب النابض لمدينة بيروت. إذن يعني وكما ذكر رئيس البلدية فإن الصورة التي أرادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لهذه الساحة تتكرس مع جهود الرئيس سعد الحريري في إعادة إحياء وسط بيروت. على كل اللبنانيون طبعا يعني على موعد مع برنامج فني كبير طبعا سنكون معك في رسائل كثيرة ناهد هذه الليلة، ولكن أنا مضطرة للانتقال إلى المديرية العامة للأمن العام مع مها ظاهر. مها نعم لينا، بالفعل فقد بدأ الرئيس سعد الحريري مساء هذا اليوم جولة تفقدية على يعني المراكز الأمنية المواكبة لاحتفالات ليلة رأس السنة. هذه الجولة التي بدأها من وزارة الدفاع حيث التقى الوزير الدفاع يعقوب الصراف، ثم عقد اجتماع بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث كانت كلمة شدد فيها الرئيس سعد الحريري على أهمية ودور الجيش في حفظ أمن المواطنين، كما كانت كلمة مرحبة من وزير الدفاع التي تحدث فيها عن دعم الرئيس الحريري، الدعم النادر الذي يقدمه للجيش اللبناني وتحديدا من خلال المؤتمرات الدولية، مؤتمر سادر ومؤتمر روما ومؤتمر بروكسل. الرئيس الحريري جال بعد ذلك انتقل إلى سكنة الحلوة، حيث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي استقبله، وكان عرض مفصل من غرفة العمليات كما في مقر وزارة الدفاع كذلك في مقر سكنة الحلو، حيث طلع الرئيس سعد الحريري على تفاصيل الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل العناصر الأمنية المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية وليس فقط في بيروت لمتابعة الإجراءات الأمنية طوال هذه الليلة للبنانيين ولزوار لبنان خلال هذه الاحتفالات. الآن قبل قليل وصل الرئيس سعد الحريري إلى المديرية العامة للأمن العام حيث استقبله اللواء عباس إبراهيم، وفي هذه الأثناء يدخل الرئيس سعد الحريري مع اللواء عباس إبراهيم حيث سيكون لهما كلمة. الرئيس الحريري كان له يعني جاوب على عدد من الأسئلة المتعلقة بالوضع الحكومي، فأكد أنه متفائل وكنا اقتربنا من الحل ويجب العمل والانكباب على العمل من جديد. وصف العلاقة مع العماد مع الرئيس ميشيل عون بالممتازة، وهو قال بأنه لا زال ملتزم الصمت. إذن نحن معكم الآن من المديرية العامة للأمن العام حيث الرئيس سعد الحريري يتفقد بحضور كبار الضباط والمدير العام للأمن العام الذي ستكون لهما كلمة، نستمع إليهما. يعني دكتور الرئيس جاي عليكم ومش غريب علي، هذه السنة التانية بيجي عليكم وإن شاء الله السنة الجاية مطلوب بيجي عليكم. فنحن بدورنا باسمكم وباسم المديرية بنتمنى له أيام كلها نجاح، ونحن مصرين على أن يبقى الرئيس الحريري رئيسا للحكومة. الموضوع بده صبر، وبعتقد مثل ما انا بعرف الرئيس الحريري هو اكثر صبرا منا كلنا، وان شاء الله الموضوع يكون بيصار على الاخر. فاهلا وسهلا فيك دكتور الرئيس، ما بدنا نحكي سياسه بعد المناسبه، بس بدنا نعايدك ونتمنى لك الصحه والسعاده. سنة هو يوم مهم
بالنسبه لكل المدنيين، وبعرف انه كلكم على تاهب، فان شاء الله تكونوا على بلادي على خير، وان شاء الله احنا علينا بعدين نقوم بشغل الاساسيين لنمشي الامور بالبلد. وحتى اقول لكل الدعم الملي لكم، لانه انا مؤمن انه القطاعات العسكريه والامن العام والامن الداخلي والجيش والامن الدولي هن اهم عامل لاستقرار البلد. بس لما نقول في استقرار امني البلد والاقتصاد بصير على خير، وهذا اللي نحن عم نحاول نعمله. كل هذا الاستثمار اللي عم نحطه كان بأمن العام ولا القوى العسكريه الاخرى لهذا السبب. ويمكن البعض يقول انه هي القوى او القوى العسكريه عم تكلفنا كثير، مضبوط يمكن بمكان ما، ولكن الناس ما بتشوف نتائج لانه الحمد لله ما عم بيصير شيء. المهم انه ما يصير شيء، وكل ما نحن نستثمر فيكم وكل ما يكون هذا خير وبركه للبلد. فيعطيكم العافيه وكل سنه وانتم سالمين، انتم وعيالكم ان شاء الله اولادكم، والله يجزاكم على الخير ويعطيكم العافيه. شكرا. إذن كنا مع زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى المديرية العامة للأمن العام، حيث اطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة. وكان الرئيس الحريري قد تابع الإجراءات الأمنية المواكبة لاحتفالات ليلة رأس السنة، فتفقد وزارة الدفاع في وتكنة الحلو. متابعة للإجراءات الأمنية المواكبة لاحتفالات ليلة رأس السنة، قام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بجولة تفقدية استهلها من وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله عند المدخل الرئيسي وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف، الذي شكر الرئيس الحريري على دعمه للجيش والمؤسسة العسكرية واصفا هذا الدعم بالنادر، وقال: لقد ساعدنا الرئيس الحريري في الموازنة وفي تدوير الاعتمادات وموضوع التطويع، كما كان دعمه واضحا من خلال مؤتمري روما وسادر. الرئيس الحريري أكد بدوره أن الجيش اللبناني من أهم المؤسسات التي توفر الاستقرار للبلد. حتى نشوف كمان كل الإجراءات الأمنية اللي عم تتخذ لحفظ أمن المواطن اللبناني وكل من يزور لبنان. فبدي أشكر كمان مع الوزير على شغله وعمله اللي دائما بقوم فيه بأكمل واجب، وإن شاء الله يعني البلد قادم ل يعني أكيد سادر وروما حيتنفذوا بإذن الله. ثم انتقل الرئيس الحريري يرافقه الوزير الصراف إلى غرفة العمليات في وزارة الدفاع، حيث التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون وكبار الضباط، واطلع منهم على التدابير والإجراءات المتخذة عشية رأس السنة لحفظ الأمن والاستقرار. ومن الفياضي انتقل الرئيس الحريري إلى ثكنة الحلو، حيث كان في استقباله مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وكبار ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أن ينتقل إلى غرفة العمليات ليطلع على كافة الاستعدادات التي تقوم بها المديرية مواكبة لاحتفالات رأس السنة. الرئيس الحريري أكد أنه ما زال ملتزما الصمت، مشددا على ضرورة العمل للوصول إلى حل. ومن ثكنة الحلو انتقل الرئيس الحريري إلى المديرية العامة للأمن العام، حيث تفقد آخر الاستعدادات. منطقة الجميزي تستعد بدورها لسهرة طويلة يستقبل فيها روادها العام الجديد بأجواء صاخبة. من هناك معنا حسن درويش. حسن، هل بدأت الجميزي تعيش ليلة رأس السنة واحتفالاتها؟ نعم لينا، بالفعل نحن نتواجد هنا في منطقة الجميزي. هذه المنطقة معروفة أساسا أنها مقصد لمحبي السهر، لكن هذه الليلة هي موعد مع سهرة استثنائية لاستقبال العام الجديد. حتى الساعة لا تزال الحركة ضعيفة نوعا ما، ونحن لا نزال على بعد حوالي 5 ساعات من العام الجديد، إلا أن أصحاب المقاهي والمطاعم هنا أكدوا لنا أن نسبة الحجوزات مرتفعة جدا، وأن هذه الحجوزات غير مقتصرة فقط على اللبنانيين، بل أن هناك أجانب سواء كانوا عرب أو غير عرب. وكغيرها من المناطق في لبنان وفي العاصمة هناك إجراءات أمنية مكثفة
تكثف في منطقة الجميزة، وهذه الإجراءات تهدف يعني إلى حماية الأمن ومنع أي أعمال مخلة بالأمن. إذن هذه المنطقة تتحضر لاستقبال العام الجديد بأجواء يبدو أنها صاخبة، ونحن لا نستطيع سوى أن نتمنى لكم عاما مليئا بالخير. لينا، شكرا حسن. وإلى منطقة الحمراء التي لا تنام عادة وهي على موعد الليلة مع ساعات من السهر تمتد حتى ساعات الصباح الأولى بين مقاهيها ومطاعمها. وللمزيد ننتقل مباشرة إلى الزميلة مها حطيط لنطلع على الأجواء هناك. مها ليست حاضرة معنا فسنكون معها فور جهوزها. وككل عام يعيش المواطنون ولا سيما الأهالي هاجس الطرقات وسلامتها هذه الليلة. غرفة التحكم الموري في قوى الأمن الداخلي في حالة استنفار كامل لرصد حال الطرقات. وقبل متابعة هذا الأمر ننتقل مجددا إلى الزميلة مها في الحمراء. مها، لو تضعينا في أجواء الحمراء. نعم ماهر، يعني فعلا هنا زحمة مواطنين من كل المناطق أتوا إلى شارع الحمراء، هذا الشارع المعروف بالسهر في كل أشهر السنة، فبالتالي هذه الليلة هنا عادة تكون ليلة صاخبة وجميلة جدا. طبعا المحال التجارية بدأت بإقفال أبوابها استعدادا لهذه الليلة، ليلة رأس السنة. أما المطاعم والحانات هنا فبدأت بالاستعداد لاستقبال روادها. القوى الأمنية متواجدة في شارع الحمراء، كما عرفنا هي ستكون متواجدة في كل أماكن التجمعات الكبيرة في شارع الحمراء الرئيسي، في شارع المقدسي، حتى على الكورنيش البحري، وذلك لضمان يعني عدم حدوث أي حوادث الليلة وأن تمر الليلة بهدوء وسلام على جميع المواطنين. يعني اللافت، أغلب المواطنين الذين التقيناهم قالوا أنهم يتمنون أن تنتهي هذه السنة التي كانت ثقيلة اقتصاديا عليهم جدا وسياسيا أيضا، ويأملون أن تكون سنة 2019 سنة أفضل. لكن هنا أيضا في هذا الشارع مبادرة جميلة جدا لاحظناها أثناء وجودنا، وهو عبارة عن مجموعة من الشبان يقومون بتوزيع يعني بعض الهدايا على الفقراء والمحتاجين المتواجدين في الشارع. معنا واحدة من هذه المجموعة بينار، وهي فتاة، يعني أنت من هذه المجموعة اللي قررتوا اليوم توزعوا هدايا للناس، ليه أعطتوا لهم هاي المبادرة ومين أنتوا؟ عبالنا نحن يعني مجموعة رفقات، عبالنا يعني نرجع للبلد ونرجع للناس الفقراء، واليوم يعني نهار كل الناس عم ينبسطوا فيها، فمنحب نحط بسمة على وجههم كمان. أنتوا بس رفقة قررتوا تعملوا هاي المبادرة؟ كلنا رفقة، ما فينا أكل، معجنات، شوية هالليلة. بأي مناطق بتوزعوا؟ نحن هلا مبدئيا الحمراء، نشوف قد ايه بيبقى معنا ونرجع بنصير نتمشى بالطرقات ونشوف في هوني كمان. ميرسي، ينعاد عليكم. ينعاد عليكي. إذا ماهر، يعني هذه المبادرة الجميلة جدا في هذا اليوم ربما هي بادرة للسنة الجميلة الجديدة سنة 2019 أن تكون سنة خير على جميع اللبنانيين. نعم ماهر، شكرا لك مها ظاهر، وكل عام وأنت بخير. سوري ما أخطيت. المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء عماد عثمان يعطي توجيهاته لدوريات قوى الأمن بالتحرك لحفظ السلام لمناسبة عيد رأس السنة. متابعة للإجراءات المتخذة في سبيل حماية المواطنين وتمكينهم من تمضية مناسبة رأس السنة في جو من الأمان، جال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على مراكز وحواجز قوى الأمن. الجولة انطلقت من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في دبي، حيث أكد اللواء عثمان أن أمن الوطن لا يستقر إلا بوجود قوى الأمن الداخلي، مطالبا المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والتقيد بالقانون لحفظ السلام. أن الوطن والمواطن لا يستقر أمنهم إلا بجهودكم وتضحياتكم المقدسة، فالجميع اليوم يسهرون ويحتفلون باطمئنان لأنكم أنتم تسهرون على أمنهم وأمن تنقلاتهم وحمايتهم وحماية الأماكن التي يتواجدون فيها. وأطلب من كل مواطن ومقيم التحلي بروح التعاون مع قوى الأمن الداخلي لجهة التقيد بالقوانين والتعليمات الموضوعة للإجراءات الأمنية حفاظا على أمنهم وأرواحهم وممتلكاتهم. بعد ذلك أعطى اللواء عثمان توجيهاته بتحرك الدوريات لحفظ النظام في هذه المناسبة قبل أن يستكمل جولته. وقبل ساعات من بدء ليلة رأس السنة تستنفر عملية
طبعا ككل عام يعيش المواطنون لا سيما الأهل هاجس الطرقات وسلامتها في هذه الليلة. غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي في حالة استنفار كامل لرصد حال الطرقات وأي حوادث سير قد تقع. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الغرفة مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، كيف هي الإجراءات والتدابير المتخذة؟ طبعا نشكر كل القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي. ربيع، بطبيعة الحال، وأيضا نعيدهم ونعيدك لينا وكل المشاهدين، أيضا كل عام وأنتم بألف خير. نحن كما تشاهدون في غرفة التحكم المروري، يعني الكل من ضباط وعناصر متأهبين منذ ساعات وربما أيام للتحضيرات لهذه الليلة، ليلة رأس السنة. الاتصالات تكاد لا تتوقف هنا من المواطنين على 17-20، وذلك لدعوة القوى الأمنية إلى حل أي طارئ، وهي أيضا مستمرة طيلة الليل وحتى ساعات الصباح الأولى لاستقبال طلبات المواطنين لحل أي أمور تجري على الطرقات. وأيضا نريد أن نعطيك صورة عن الشوارع، ولكن معي مباشرة على الهواء من الغرفة جورج حنا. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنتم بخير. مرسي علينا وعليك يا رب. بداية خلينا هيك نعطي بشكل سريع صح. يعني كل منطقة أول شيء فوق شو عم نشوف نحن؟ نبلش من المدخل الشمالي صحيح. نعم. نهر الكلب مثل ما عم نلاحظ حركة مرور طبيعية بالاتجاهين. نعم. باتجاه جوني وباتجاه بيروت. نعم. كمان على النقاشه بيه اوتوستراد حركه مرور طبيعيه. نعم. على الفورم الكارنتينا حركه مرور طبيعيه. اوتوستراد اونتلياس كمان كذلك. نعم. الامر بس هون خلينا نتوقف كمان على عدد صحيح احصاءات غرفه التحكم المروري خلال عام 2018 عندنا 496 قتيل و5441 جريح حتى الساعه. اليوم زادوا جريحين حسب عرفنا. عندنا صار جريحين زياده، ونتمنى. نعم. من جميع المواطنين يعني اليوم ما نسجل ولا حادث ولا قتيل ولا جريح تنعيد كلنا سوا ان شاء الله. نكفي بنكفي عنا على الدوره حركه مرور طبيعيه. نعم. عنا حركه مرور ناشطه شوي على الكولا. جسر الكولا تحت مستديرة الكولا، جسر الكولا باتجاه الوسط وعلى كورنيش المزرعه. على بلفار سن الفيل الاشارات حركه مرور طبيعيه. السياد باتجاه بيروت حركه مرور طبيعيه. حركه مرور طبيعيه على اوتوستراد ايميل لحود وبيير جميل. نعم. حركه مرور كثيفه نوعا ما صحيح بالوسط التجاري بسبب الاحتفال بساحه النجمه، وكمان بدنا نشير هون انه ساحه سيسين مسكره في احتفال كمان بساحه سيسين. حركه مرور طبيعيه على مارلياس وحركه مرور طبيعيه على السلومه. نعم. هون لابد ان نشير لانه شفنا من شوي مع زميلتنا ناهد كثافه صحيح. المواطنين اللي بداوا يتوافدوا لوسط العاصمه. كل عام وانتم بخير وشكرا لكم كلكم. وايضا لابد ان اشير ايضا الى ان الصليب الأحمر ينسق مع القوى الأمنية وقوى المخصصة للسير لأي حوادث يعني تطرأ، ونتمنى أنه ما تصير أي حوادث تذكر لينا. شكرا ربيع. وقبل ساعات من بدء ليلة رأس السنة، كيف واكبت غرفة التحكم المروري حركة السير والإجراءات المتخذة؟ هكذا هي حركة السير في بيروت والمحيط خلال النهار كما تبدو في مركز التحكم المروري. المشهد لابد وأن يتغير خلال الليل، لا سيما مع بدء توافد المواطنين إلى أماكن السهر، لكن الاحتياطات متخذة من قبل القوى الأمنية ومفارز السير. التحضيرات والإجراءات اطلع عليها رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل نزيه نجم الذي زار المركز. وعم بيطمنونا أنه الليلة إن شاء الله كله under control، وحتى رح يكون في دوريات على الطرقات بشكل منظم، ورح يكون في كمان بدنا ننبه أنه اللي شربانين ما يسوقوا سياراتهم، لأنه رح يصير في عليهم كنترول حقيقي. ونتمنى أنه تمر الليلة بسلام وبدون أي مشكل وما يكون عندنا خسائر. كل شيء تمام، وفي كمان معنا فريق من الصليب الأحمر كمان موجود بالغرفة عم بيواكب، وقوى الأمن متابعة معنا لأنه نحن هون مشترك بين هيئة إدارة السير وقوى الأمن الداخلي. ليلة رأس السنة إذن سوف تكون محط أنظار عناصر القوى الأمنية والجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر والإطفاء وغيرها، حرصا على سلامة المواطنين. الصليب الأحمر اللبناني نظم حواجز توعية للحد من حوادث السير ليلة رأس السنة. التقرير لحسن درويش. السهرة بتخلص بس حياتك لازم تكفي.
بهذه الطريقة وبأكثر من 70 حاجزا على امتداد الأراضي اللبنانية، أراد قطاع الشباب والناشئين في الصليب الأحمر اللبناني تقديم التوعية للبنانيين حول حوادث السير. هيدا الضبط هو توعوي، منجرب قد ما فينا نخبر العالم انه لازم على طول يحطوا الحزام الامان، لازم ما يكودوا هن وعم بيشربوا حيالله شيء، كان جايين من سهره او حيالله محل، ما لازم يسكروا ويكونوا هن عم بيسوقوا، بذات الوقت ما لازم يستعملوا التليفونات، واذا دراجات ناريه يحطوا الخوذه هن كمان لسلامتهم كمان. بتوجه لكل المشاهدين هلا بنقول لهم قربت سهره راس السنه، فبليز قولوا لاولادكم، قولوا لكل محبينكم توقوا توقوا توقوا. الصليب الاحمر قدم داخل المحضر خطوات اوليه للتعاطي مع الحوادث في حال وقوعها. في اشخاص يمكن بيتلبكوا اذا شافوا حادث، اول شغله لازم يعملوها لازم يتاكدوا انه المكان اللي هن فيه امن، ثاني شغله لازم قد ما فيهم المثلث اللي معهم اياه او اذا عندهم سياره يضووا الفلاشر ليقول للعالم انه انتبهوا هون في حادث، وكمان ما لازم يحركوا المصاب. المواطنون قدروا هذه الخطوة. لا أول شيء أكيد أكلناها رعبي، افتكرنا ضبط عن جد نهار رأس السنة، فبما أنه ضبط من الصليب الأحمر يعني ما بيجي إلا كل الخير وكل المحبة. ما لازم نوعيهم، مفروض هو يوعى على حال صح ولا لا؟ ما الإنسان لا خطر يعني عرض حياته للخطر. الصليب الأحمر على الأرض منيح، والقوة أمن الداخلي كمان عم تساعد كل شيء. والبعض حاله كان كهذا المواطن. في ناس بتأسرع وإن شاء الله بتمنى منهم ما يأسرعوا قد ما بدهم ينبسطوا، وكنا منخفف سرعة بلبنان عشان ننتبه على غيرنا. قسم الطوارئ في الصليب الأحمر على جهوزية تامة لمتابعة الحالات الطارئة ليلة رأس السنة من خلال الاتصال على الرقم 140. وكان الصليب الأحمر وتحت شعار تبرع بالدم أنقذ حياة قد نظم حملة للتبرع بالدم في ساحة النجمة في وسط بيروت، شارك فيها عدد كبير من المتبرعين. في وقت يتحضر معظم الشعب اللبناني للاحتفال برأس السنة، ينظم الصليب الأحمر اللبناني حواجز توعوية على امتداد الأراضي اللبنانية علها تساعد في التخفيف من حوادث السير. حسن درويش، تلفزيون مستقبل. في النشرة بعد الفاصل، شعبة المعلومات تحبط عملية هجرة غير شرعية عبر بحر العبد، ووزير الدفاع يتفقد قوات اليونيفيل. بعروض مبهرة نسجت بالألوان والغناء والموسيقى والحماس، استقبلت بعض دول العالم العام الجديد، فحلت نيوزيلندا في مقدمة الدول، بينما ولأول مرة عاشت بيونغ يانغ أجواء الاحتفالات، فيما ستكون جزر هاواي آخر دول العالم التي ستستقبل العام 2019. هكذا احتفلت نيوزيلندا برأس السنة الجديدة بعد أن كانت هي وعدد من الجزر المجاورة في المحيط الهادئ أول المستقبلين للعام 2019 بعرض للألعاب النارية وسط احتشاد الآلاف في ساحة العاصمة أوكلاند للاحتفال بهذه المناسبة. أستراليا كانت من ضمن الدفعة الثانية من الدول المستقبلة للعام الجديد، فقد شهدت مدينة سيدني عرضا ساحرا أضاءت من خلاله الألعاب النارية أشهر معالمها السياحية ومقراتها الرسمية، من بينها برج هاربر ودار الأوبرا. أما الكوريتان الشمالية والجنوبية فطعم الاحتفال هذا العام مختلف في ظل التقارب بينهما، ففي بيونغ يانغ احتشد مئات الألاف لمشاهدة عروض الألعاب النارية وللاستمتاع بالحفلات الغنائية، وذلك للمرة الأولى في البلاد. يأتي ذلك عقب الاحتفالات التي شهدتها اليابان والصين، فيما ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العربي أول دولة تحتفل بالعام الجديد، بينما تحتل المغرب المرتبة الأخيرة، على أن تكون جزر هاواي آخر من يحتفي بالسنة الجديدة على مستوى العالم. في هذا الوقت أتمت باقي دول العالم استعداداتها ورصدت ميزانيات ضخمة للاحتفال برأس السنة الميلادية،
وسط إجراءات أمنية مشددة. 4, 3, 2, 1. وسط مخاوف أمنية من تنظيم عمليات إرهابية تستهدف احتفالات رأس السنة، يودع العالم العام 2018 ليستقبل العام الجديد. السلطات الفرنسية أعربت عن قلقها من أن يفسد أصحاب السترات السفراء فرحة رأس السنة في العاصمة باريس، في وقت يتوقع أن يتقاطر على جادة الشانزليزيه الشهيرة أكثر من 300 ألف شخص للاحتفال بالعام الجديد. ونسقت الشرطة مع كل عناصرها خطة لتأمين الاحتفالات حتى تمر في أمن وسلام. وفي روسيا أعلنت دائرة الأمن في موسكو أن الساحة الحمراء ستكون مفتوحة ليلة رأس السنة لكل الراغبين، مشيرة إلى إدخال نظام خاص لمرور السكان في أماكن الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة. وحذرت وزارة الخارجية المواطنين الروس الراغبين في السفر إلى الخارج من أن دول عدة ستشهد في آن واحد قبيل حلول العام الجديد تنظيم مظاهرات وإضرابات جماهيرية. هذا وقد تتوقف حركة القطارات في بريطانيا بسبب إضراب موظفي الشركة المشغلة، وهو ما قد يزيد العبء على وسائل النقل البديلة. وفي البرازيل سيتم اتخاذ تدابير أمنية قوية خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد للبلاد في أول يوم من العام الجديد. مشاهدينا، ننتقل مجددا إلى المقر العام لأمن الدولة في منطقة الرملة البيضاء، حيث وصل منذ بعض الوقت الرئيس المكلف سعد الحريري، وذلك في إطار جولته المتعددة على جميع المراكز الأمنية، وذلك لمتابعة التحضيرات الجارية لليلة رأس السنة. نتابع النشرة. كنا مع الرئيس سعد الحريري في مقر العام لأمن الدولة. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون مدعى عام التمييز القاضي سمير حمود، وعرض معه لعمل النيابات العامة والتطورات الراهنة. كما استقبل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي أوري خوري، وتداول معه في عمل المجلس في غرفه المختلفة. في إطار جولة قام بها إلى الجنوب، التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال ستيفانو ديلكول في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة. الصراف نوه بجهوزية الجيش اللبناني وبالتعاون القائم بينه وبين قوات اليونيفيل الذي أفرز مناخ استقرار في الجنوب. كذلك انتقل لزيارة مقر بلدة القطاع الغربي في بلدة شمع قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات، حيث قدم الوزير الصراف درعا تقديرية للملازم أول محمد قرياني لموقفه الشجاع بوجه العدو الإسرائيلي. الهيئات الاقتصادية تشدد على ضرورة تأليف الحكومة، مؤكدة أن لا علاقة لها بإضراب الجمعة والذي قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية. عقدت الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعا برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات خصصته لمناقشة التطورات الحاصلة في البلاد، خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلا عن دعوة للإضراب العام الجمعة المقبل والموجهة في جانب منها إلى قطاع الأعمال والتي يتم تداولها عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد جولة مناقشات مطولة أصدر المجتمعون بيانا أمل فيه أن يحمل العام الجديد كل الخير للبنانيين، وأن يتم تشكيل الحكومة في بداية العام 2019 كي تباشر باتخاذ الخطوات المناسبة لإنقاذ البلاد ووضعها على طريق التعافي والنهوض. وعبرت الهيئات بحزن شديد عن عدم تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 7 أشهر على تكليف الرئيس الحريري، مبدية أسفها العميق على استمرار المراوحة والتعطيل في حين أن البلاد تنزلق من سيء إلى أسوأ. وأكدت أن دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية تستدعي من جميع القيادات السياسية وقفة ضمير واتخاذ المبادرات المسؤولة لإنقاذ لبنان من شر مستطير. وعن الدعوة للإضراب العام الجمعة المقبل، أكدت الهيئات الاقتصادية أن المطالبة بتشكيل الحكومة كان ولا يزال مطلبها الأول، وأن وجع الناس وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كان لسان حالها على الدوام،
لكن الهيئات تؤكد أن لا علاقة لها على الإطلاق بالدعوة إلى الإضراب الجمعة، لأنها على قناعة تامة بأن الإضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، ولطالما كانت الهيئات سباقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح. وعليه دعت الهيئات الاقتصادية أصحاب المؤسسات إلى الاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهود حفاظا على المؤسسات وديمومة عمل العمال وتدعيما للاقتصاد، وأكدت أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يحصل في البلاد وأمام وجع الناس وأصحاب المؤسسات، وهي تتحين التوقيت المناسب لاتخاذ موقف تصعيدي للضغط من أجل تشكيل الحكومة. أعلنت المديرية العامة لقاء الأمن الداخلي عن عمليات هجرة غير شرعية حصلت في الأونة الأخيرة عن طريق البحر، وأوضحت أنه وبغية الحد من هذه الظاهرة تمكنت على شاطئ العبد من توقيف 23 شخصا من الجنسية السورية ولبناني واحد كانوا يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية إلى قبرص بواسطة مركب. ولفتت المديرية إلى أن الموقوفين أودعوا القطعة المعنية لإجراء المقتضى بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص. وقع حادث سير على أوتوستراد القلمون عند جسر البلغند، حيث اصطدمت سيارة محمد طارق معين المرعبي من نوع هوندا بعمودي كهرباء وانقلبت عن الجسر إلى الطريق الفرعية قبل أن تعود وتصطدم بسيارة من نوع مرسيدس. وقد أصيب نجل الوزير معين المرعبي بكسور ونقل إلى مستشفى هيكل للمعالجة قبل نقله إلى مستشفى كليمونسو بواسطة سيارة إسعاف مجهزة يرافقه فريق من الأطباء، وذلك لإجراء عمليات جراحية يحتاجها. بعد الفاصل تتابعون. الحرس الثوري يهدد واشنطن في الشرق الأوسط، ومقتل 4 وفقدان 40 في انفجار غاز بروسيا. مجددا نحييكم. كشفت وسائل إعلام تركية عن بدء الطيران الحربي عمليات استكشافية فوق مدينة منبج بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى الحدود. في المقابل كشف سيناتور جمهوري أمريكي عن إمكانية إبطاء سحب قوات بلاده من سوريا حتى القضاء نهائيا على داعش بحسب ما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في جديد التطورات حول منبج، بدأت مقاتلة حربية من نوع F-16 ومروحيات تابعة للجيش التركي عمليات استكشافية فوق المدينة، أمر ربطه مراقبون بقرب موعد العملية العسكرية التي تنوي تركيا تنفيذها ضد وحدات حماية الشعب الكردية. ويأتي ذلك في ظل تدفق المزيد من الحشود العسكرية التركية إلى الحدود السورية ودخول بعضها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة. في المقابل أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لإبطاء عملية سحب الجنود الأمريكيين من سوريا، وذلك من أجل هزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي بحسب ما أكد السيناتور الجمهوري لينسي جراهام المقرب منه. وعبر جراهام عقب لقائه بترامب في البيت الأبيض عن اطمئنانه مما سمعه من ترامب حول تصميمه على ضمان أن يكون تنظيم داعش قد هزم بالكامل عندما نغادر سوريا، مضيفا أن الرئيس يدرك أننا في حاجة إلى إنهاء المهمة وبالتالي سنبطئ الأمور بطريقة ذكية. من جهة أخرى كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عام 2018 شهد مقتل 20 ألف شخص في سوريا، وهي أدنى حصيلة سنوية منذ انطلاق الثورة ضد نظام الأسد. إلى ذلك شن الطيران العراقي غارات على مواقع تنظيم داعش داخل سوريا، في وقت قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه في حال انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا فإن العراق على استعداد كامل للتعاون مع كافة القوات الأخرى المرتبطة بالملف السوري. هناك وضع مع القوى قوى ميدانية سورية يتطلب العلاج، والحقيقة العراق هو أفضل طرف للتعامل مع هذه القوى الميدانية، وبالتالي التعاون بين العراق وسوريا ضروري، كما أهمية التعاون سواء مع قوى التحالف الدولي أو مع بقية القوى التي لها علاقة بالملف السوري. اعتبر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن إيران قادرة على قطع الطريق أمام القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جوا وبرا وبحرا. ورأى سلامي أن واشنطن سوف تغيب كليا عن المنطقة سياسيا وعسكريا من دون تحقيق أي مكاسب. أضاف أن أمريكا تعاني اليوم من التخبط إذ وقعت الاتفاق النووي ومن ثم خرجت منه، وفي سوريا والعراق تنفق مليارات الدولارات وبالتالي تخرج من دون أي مكسب، لكنهم رغم هزائمهم هذه
ما زالوا يركزون على الشعب الإيراني. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ماغنيتوغورسك والتي استيقظ صباح اليوم على حادث انهيار مبنى سكني جراء انفجار غاز مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. ووقع الانفجار داخل مبنى سكني مكون من 10 طوابق وأدى لانهيار طوابق في جزء من المبنى، حيث لا يزال نحو 40 شخصا في عداد المفقودين. ونتابع حول الطقس الآن مع لارا منيف. بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. كيف رح يكون طقس لبنان باول نهار من العام 2019 وباقي الايام؟ طبعا رح نعرفها بعد جوله سريعه على بعض العواصم العربيه. رح ابدا من الرباط مع 18 درجه 16، بتونس القاهره 20 درجه، بنتقل على دمشق مع 13 درجه، القدس 14، عمان 14، المنامه 22 درجه، الكويت 18، الدوحه 24، مسقط 26 درجه، وبختم مع الرياض مع 21 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الثلاثة، طقسنا ببلش صحو وغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية. أما بالنسبة لليل فرح يتحول طقسنا إلى غائم مع تساقط لأمطار خفيفة ومتفرقة. لبكرة على الساحل الحرارة عم تتراوح بين 9 و21 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 14 وبالداخل ل 13 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح أبدأ من المناطق الشمالية وعكار تحديدا مع 17 درجة، 18 بطرابلس، الكورة 15، 4 بالأرز. بنتقل على الهرمل مع 16 درجة، القاع 15، 11 ببعلبك، رياق 12 درجة. إذا رح يكون في عنا رياح ناشطة بالمناطق الشمالية، ميروبا 3، 18 بجبال، جونية 19، بعبدا أيضا 19 درجة، بيروت 19 مع ارتفاع بدرجات الحرارة بفترة قبل الظهر، زحلة 13، 12 بشتورة، 15 بعنجر، 21 درجة بمشغرة. بنتقل على رشيا مع 17 درجة، جزدين 21، مرجعيون وبنت جبال 20 درجة، بيت الدين 15، والمناطق الجنوبية إذا اللي رح تشهد رياح ناشطة لبكرة عم توصل حرارة فيها لصيدا سور وقانا لل 21 درجة أقصاها. إذا بكرة خلال الليل بتحول طقسنا إلى غائم مع أمطار متفرقة وحرارة عم توصل أقصاها لل 19 أدناها لل 17. نهار الأربعاء طقسنا بتحول كمان إلى غائم مع أمطار متفرقة وثلوج ابتداء من علو 1500 متر. إذا لنهار الأربعاء مع حرارة عم تتراوح 13 و17 درجة. الخميس انخفاض توصل أقصاها لل 16 وأدناها لل 15 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 0 و4 درجات. هابي نيو يير، وأنا بشوفكن السنة الجاية بنشرة جديدة. ونصل إلى فقرة رسوم متحررة. علي 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 خلوكم بالهاوية. شو جهزت حالك لليلة؟ طبعا جهزنا كل شيء كل شيء. حتسهروا يعني؟ شو أعمل لك، رقص وعنا وفقش وطقش وكل شيء يعني. للصبح يعني؟ للصبح يعني، كله للصبح. وفي فارش سفرة وأكل وهيك؟ أحلى سفرة بالكون يعني. مشاوي وكبي وهيك شغلات؟ لا لا حبيبي، شو مشاوي وكبي، جايب أقوى من هيك بكتير. شو في غير أقوى من هيك؟ كلها ثمار البحر. لك يا زلمة ولو ما أنا صاحبك، ليه ما بتعزمني؟ أهلا وسهلا، تعال ساعة اللي بدك. عن جد؟ إيه، جيب لك علبتين سردين وتعال. هلا نحن الليلة بنحتفل يعني مثلا مشان نودع السنة القديمة ولا تنستقبل السنة الجديدة؟ لا حبيبي، انت ما تفكر سنة قديمة وسنة جديدة. ليه بقى؟ يا حبيبي لأنه إذا بدنا نفكر هيك ما بنعمل حفلة. شو بنعمل؟ نعم افتح عزا. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. لبنان والعالم يستقبلان العام الجديد بالاحتفالات والأمان. إن شاء الله يعني البلد قادم ل يعني أكيد سادر وروما حيتنفذوا بإذن الله. الحريري يتفقد الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن ويقول أنا متفائل وعلاقتي مع عون ممتازة.
منبج تشهد تحليقا مكثفا للطيران التركي، وترامب قد يبطئ انسحاب جيشه من سوريا. في الختام أود أن أعايد عائلتي الصغيرة وأيضا أعايد عائلتي الكبيرة، خاصة الموظفين في تلفزيون مستقبل، وأتمنى لهم عاما مليئا بالسعادة والخير والاطمئنان. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أضم صوتي إلى صوت لينا. إلى اللقاء.